تابعين حلقتنا أقامة لوريال شراكة مع الجمعيات المحلية وتحديداً مع أبعاد يلي خصصت 6 مدربين للحملة ضد التحرش على الطرقات. تبع المدربون الستة تدريب لمدة 5 أيام، رح تكون أبعاد مسؤولة عن تطوير محتوى تدريبي محلي بيتماشى مع وحدات التدريب والمبادئ التوجيهية كما ونشر التدريب بالجامعات والمدارس والشركات. بيسعدني استقبل سيدة سميرة فرنجية مديرة الاتصالات والعلاقات العامة بلوريال لبنان. أهلا وسهلا فيكي مدام فرنجية. وسيدة جيهان إسعيد منسقة الوحدات التقنية بمنظمة أبعاد. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك مدام فرنجية. أطلقت لوريال باريس بالتعاون مع منظمة أبعاد حملة ستاند أب ضد التحرش على الطرقات. شو هي هالحملة؟ إذا فينا ناخذ تفاصيل إضافية عنها. أوكي، صباح الخير إلي وصباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. هي هذه الحملة أطلقتها لوريال باريس على المستوى العالمي بشهر 3 2020، والهدف منها هو نشر التوعية وتعليم العالم كيف يقدروا يتدخلوا بأمان إذا شهدوا على تحرش أو إذا كانوا ضحية تحرش. طبعا لإطلاق الحملة كل فرع لوريال ببلد من البلدان إذا بدك تعاون مع منظمة محلية من شان يقوموا بهالتدريب، ونحن بلبنان إلنا الشرف يكون متعاونين مع أبعاد يلي هنن رح يساعدونا على تدريب المجتمع ككل بالمدارس بالجامعات وحتى المجتمع ككل عبر الأونلاين. ممتاز مدام جيهان. الأرقام والنسب يلي أظهرتها الدراسة بتنطبق على لبنان، وشو هي نسبة التحرش بلبنان؟ وهيك فينا نضوي على الحالات يلي عم تقطع عند أبعاد. أول شيء صباح الخير وشكرا لاستضافتكم، وشكرا للوريال على اختيار منظمة أبعاد لتكون شريك بهالمبادرة يلي هي نحن هلا عم نطبقها على الأرض وعم نوائمها مع المجتمع المحلي بلبنان ومع البيئة المحلية. أكيد الدراسات كتير، نحن بلبنان عم ننطلق انطلاقا من دراسات أو أعداد الاتصالات يلي منتلقيها على الخط الساخن بمنظمة أبعاد أو من الخط الساخن يلي هو تابع لقوى الأمن الداخلي يلي عم تظهر ارتفاع خاصة بالسنتين الماضيين من بعد الثورة ومن بعد الكوفيد واللوك داون كله، أداء أظهرت نسبة ارتفاع ونسبة تبليغ عن التحديات يلي عم بيواجهوها النساء إن كان بالمنازل أو بأماكن العمل أو بالمساحات العامة، ويلي هي عم بتتراوح بين عنف جسدي لتحرش جنسي. وقد ايه هالموضوع هو كمان بهمنا دايما نضلنا عم نضوي عليه ونتواصل إن كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التدريبات أو تمكين النساء والفتيات على حماية أنفسهم أو بالتدخل الفردي مع الأشخاص اللي هن معنيين بهذا الموضوع. ممتاز مدام سميرة، ليش اختارت لوريال باريس بالتحديد هالموضوع، موضوع التحرش أوكي. في الطرقات؟ هي شركة لوريال، إذا عم نحكي كشركة مش كعلامة لوريال باريس، بما أنه بتهتم بجمال المرأة بتهتم كمان بدعمها وبتعزيز ثقتها بنفسها. أوكي، في عنا برامج كتيرة لدعم المرأة مثل دعمها في مجال العلوم من أجل المرأة في العلم أو دعمها بمجال تمكينها انه تلاقي شغل والى اخره. لوريال باريس معروف عنا شعارها اللي صار له اكثر من 50 سنة لانك بتستحقي، بيهدف هذا الشعار لدعمها ولتعزيز ثقتها بنفسها. سو من هون حبوا يشوفوا شو هن العوائق يلي بتوقف قدام المراه وبتشكل حاجز او بتاثر على نفسيتها. سو اثبتت الدراسات انه التحرش على الطرقات ان كان تحرش جنسي او لفظي او لمس هو اكثر مشكله بتعاني منها المراه ككل بكل انحاء العالم. من هون حبوا يفهموا اكثر ليش وشو النسب تيقدروا يشوفوا كيف بيقدروا يواجهوا هالمشكله. سو عملوا دراسه بسنه 2020 مع شركه ابسوس، ضمت الدراسه اكثر من 15 شخص من بينهم رجال من بينهم النساء ضحايا شاهدين على تحرش. اوكي، واثبتت الدراسه انه 80% من النساء حول العالم وتشز رقم كثير كبير تعرضوا لنوع من انواع التحرش، و25% بس من هال 80% عم بيقولوا انه كان في حدا موجود تيساعدنا او يمنع هيدا التحرش. بالاضافه لهالشيء في 86% كانوا يقولوا كنا حابين نتدخل بس ما بنعرف باي طريقه. من هون طلعت فكره انه في اذا بدك حاجه لتوعيه ولايجاد طرق
نقدر نمكن هالناس يلي حابين يساعدوا مش عارفين كيف يساعدوا بطريقه امنه، اوكي، نوعيهم على هالشيء ونعطيهم وسائل امنه يقدروا يتدخلوا. سو تعاقدوا مع شركه هولا باك اللي هي شركه عالميه لانهاء التحرش، اوكي، وطلعوا بمنهجيه سموها منهجيه الفايف ديز. نعم، نحن عم نشوف الفيديو هلا. اذا بدنا نحكي وين بيصير التحرش بمعظم الاحيان وكيف بنحدد انه هيدا تحرش؟ التحرش او العنف بشكل عام ممكن يصير باي اطار او باي مكان، بالحياه العامه، ان كان على الطريق او بمكان العمل او بالمدارس بالجامعات بوسائل النقل او بالمنازل، ان كان منزل الزوجه او المنزل العائلي. فالعنف اللي ممكن تتعرض له النساء والفتيات هو ممكن يكون باي اطار او باي مكان تتواجد فيه السيد أو الفتاة مع شخص يلي هو المعنف. ومن هون أهمية الابتكار وإيجاد وسائل جديدة لحتى كل حدا يعرف كيف هو ينقي الطريقة يلي هو ليدافع عن حاله أو ليحمي حاله أو لحتى يتدخل بأوقات معينة. وهذا الشيء اللي كانت عم تحكي عنه مدام سميرة، وهذا هو يمكن التقنية الجديدة أو الوسائل الجديدة يلي تدربنا عليها كفريق عمل بمنظمة أبعاد. ونحن هلأ كمان رح نكون عم ننقل هالمعلومه او هالوسائل لننشرها مع تلاميذ الجامعات، مع المؤثرين على السوشيال ميديا، بالمدارس وباماكن كلها، كيف كل شخص يكون عنده دور، وكل سيده وكل فرد بالمجتمع، ان كان سيده او رجل، هو بيعتبر حاله انه هو انا في لي دور بانهاء العنف، يكون عم بيقدر يعمل هيدا الشيء بالطريقه او بالاطار او بالوسائل يلي هي بلاقيها بوقتها هو بيقدر يكون عم بيحط حد للعنف. مدام فرنجية، شو بيتضمن هالبرنامج التدريبي وشو هي المنهجية المتبعة؟ اوكي، بس اللي بس حتى قبل ما اقول لك شو المنهجية، بس اسمح لي اقول انه ما بعرف بطبيعة الانسان اذا بنكون ماشيين على الطريق بنشوف واحد وقع او وقع غرض نركض تنساعده، طب ليش ما بيكون عندنا هالردة الفعل المباشرة اذا شفنا اي تحرش على الطريق؟ سو بالدراسات اللي عملوها كان انه ما بنعرف كيف نساعد، بنخاف، ما بنحب نتدخل. سو هون كانت المنهجية. مثل ما قلت المنهجية بتعتمد على طرق كتير آمنة، بس طبيعي دايما يلي بده يتدخل كمان هو مفروض يعرف أي طريقة أو يقدر أي طريقة الأأمن لإله أنه يتدخل فيها. عنا الطريقة الأولى اللي هي أول دي اللي هي ديستراكت. اوكي، ديستراكت شو يعني؟ يعني شفت تحرش بقدر اتدخل، اسال عن الطريق، اسال قديه الساعه، سو بشتت انتباه المتحرش وبحمي الضحيه. هيدي اول طريقه. الطريقه الثانيه، اوكي، الطريقه الثانيه عندنا دايركت. دايركت اذا حسيت حالي انا بموقع قوي بقدر واجه المتحرش مباشره واقول له يا زلمه اعتبرها أمك أختك هيدا اللي عم تعملوا تصرف كتير خاطئ، بتمنى منك تتراجع عنه. هيدي احكي بطريقة مباشرة. غير طريقة it's document. كمان إذا حسيت حالي أنه قادر أنا أنه بأمان صور مشهد التحرش، بقدر استعمله لوسيلة ارجع أعطيه للضحية، هي تقدر بعدين تطالب بحقها، تثبت حقها إلى آخره. والطريقة الوحدة اللي نسيناها اللي هي ديليجيت. والديليجيت هيدي إذا أنا حابب أتدخل بس مش عارف كيف، بقدر أطلب المساعدة من أي شخص قريب، الفت له نظره في شي غلط عم بيصير هونيك، قادر تساعدني وتتدخل. وآخر شي، بما أنه التحرش بيأثر على نفسية الشخص الضحية، كتير من المهم أنه واسي وارفع له من معنوياته وفهمه أنه أنت ما خصك هيدا تصرف خطأ، وكون واثق من نفسك وما تخلي هالشي يأثر على نفسيتك. مهم كتير اللي قلتي. إذا بدنا نحكي عن أهمية هالتدريب والفئات العمرية الأكثر عرضة للتحرش بلبنان بحسب خبرتكم والأرقام اللي أنتوا بتملكوها، وكيف رح تساهموا بنشر الوعي وتدريب الأشخاص؟
الفئات العمرية هي أكيد هي بتتراوح يعني من عمر صغير، فينا نقول من بلغ يعني الفتيات بأي عمر ممكن يكونوا عم يتعرضوا لأي نوع من أنواع التحرش أو الإساءة الجنسية، ما في عمر محدد، بس أكيد الدراسات يمكن واللي بتقول إنه أو الأرقام بتقول إنه يمكن السيدات اللي ببلغوا هن يمكن بعمر فوق العشرين بالثلاثة وعشرين لحد الخمسة وعشرين، بس نحن بنعرف كتير انه في كتير اشخاص ما بيبلغوا او بيخافوا من ردة فعل المجتمع او عدم دعم المجتمع لألهم او الاشخاص المحيطين لألهم. من هون مهم الإضاءة على هذا الموضوع، ان كان بالمدارس بالجامعات بالأندية بالبلديات، مع التعاون مع الاشخاص المؤثرين على السوشيال ميديا، لحتى كمان نقلهم هالطريقة الجديدة بالتوعية ونشر التثقيف عن أهمية أنه أنا كل حدا عنده دور بإنهاء العنف أو بإنهاء الإساءة أو التحرش الجنسي تجاه النساء، لحتى يكون كل حدا من موقعه هو فاعل، الأساتذة بالمدارس، التلاميذ بالمدارس كيف يكونوا يقدروا يعرفوا كيف يطوروا وسائل هن يحموا حالهم أو كيف يتدخلوا بأوقات معينة، الفتيات بالجامعات، الفتيات العاملات، النساء إن كان بالمنازل أو بأماكن العمل أو بالحياة الاجتماعية العامة. هيدا التدريبات يلي نحن رح نعملها، بلشنا أكيد مع النادي النسوي بالأيوبي، أول إطلاقة لأول نشاط عملناه ب 24 الشهر ومع المؤثرين على السوشيال ميديا، ورح نكفي إن كان بالتعاون مع مدارس أو جامعات ومن خلال مراكزنا، مراكز منظمة أبعاد يلي منتشرة على كافة الأراضي اللبنانية من الشمال للجنوب للبقاع لأقصى البقاع وجبل لبنان وبيروت. أكيد نحن بدنا نشكركم كثير على هالمبادرة الخلاقة، وبعتقد هذا التعاون ممتاز يعني بين الشركات المهمة وبين الجمعيات المهمة اللي عم تشتغل على الأرض، وبعتقد هيك بتكون الصورة أجمل وبتكون الحقيقة كمان على أرض الواقع، بنقدر نغيرها لنحو أفضل، وهذا بعتقد جمال جديد، مش هيك؟ أكيد. ونحن كمان بدورنا بنشكر ام تي في اللي فتحت لنا الهواء تنقدر نحكي بهذا الموضوع المهم، بتصور بهمنا كلنا. أكيد. أهلا وسهلا فيكم. أنا بحب وجه بس رسالة لكل سيدة ولكل فتاة أنه العنف هو الوضع الاجتماعي بالبلد والوضع السياسي والاقتصادي اللي هو ضاغط، بس مع هيدا هالرسالة لكل سيدة أنه طالبي بحقك هو دايما حق لإلك وبكل وقت وبغض النظر عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية. من هيك كان يمكن مع الحملة اللي نحن عم نطلقها، حملة 16 يوم، نقول دايما وقتها أنه نحن نطالب بحقنا، طالب بالحماية، ويتوجهوا النساء أنه ما يترددوا أنه يبلغوا أو يتواصلوا معنا، وبعتقد الأرقام رح تصدروا. أكيد الشكر لإلكم وللوريال على ثقتها بمنظمة أبعاد ولهالتعاون اللي نحن نطمح أنه دايما نطوره بهدف حماية النساء وتطوير العمل والتدخل بحماية النساء. وشكرا لإلكم. شكرا، شكرا كثير. السيدة سميرة فرنجية، مديرة الاتصالات والعلاقات العامة في لوريال لبنان، وسيدة جيهان السعيد، منسقة الوحدة التقنية بمنظمة أبعاد، أهلا وسهلا فيكم. شكرا. نحن رح نتابع حلقتنا ونكون مع باللبناني وليلى لطفي.